بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل سوا مع بعض يا باشمهندسين الكورس بتاعنا ايربورت بلاننج اند ديزاين. هنتكلم النهارده في الران واي كونفيجريشنز، ترتيبات اوضاع الران وايز بالنسبه لبعضها. في اخر عنصر بقى لنا في عناصر الران واي. طيب احنا اتفقنا الران واي كونفيجريشن اللي موجوده عندنا كتيره، بس هي محدوده وممكن عددها. اولها انه يبقى سنجل ران واي، يعني يبقى عندي ران واي وحيد بتعامل معاه، او ان هم يبقوا بارلل. لما يبقوا بارلل ليهم اوبشنز كتيره، اثنين او ثلاثه او اربعه، ممكن يبقوا ستاجرد، او اخر احتمالين اللي هم يبقوا انترسكتنج، متقاطعين، او اوبن في ران ويز. طيب هنتكلم عن كل واحد منهم ونحاول نوضح مع بعض كده ببساطه شديده ايه مميزات وامتى بستعمله والدنيا ماشيه معايا ازاي. اول حاجه ان يبقى سنجل ران واي، انا عندي مطار صغير، ده اصغر حاجه في الدنيا، ان يبقى عندي ممر واحد فقط. في هذه الحاله عاده بيبقى الاقلاع اللاندنج، سوري التيك اوف والهبوط اللاندنج، الاثنين من نفس الاتجاه غالبا اثناء الاوبريشن بتاع الممر. ده اسهل وابسط ران واي. عاده الران واي الواحد اقدر استعمله زي ما خدنا قبل كده في الويند روز، اذا الويند بتهب من اتجاه واحد او من اتجاه، بحيث ان انا اقدر استعمله 95% من السنه، وعدد مرات الاوبريشن ما يكونش كتير. التيبيكال فاليو اللي محتاجين نبقى عارفينها ان ممر واحد ممكن يشيل حوالي 50 رحله اذا كنا شغالين فيجوال فلايت رولز، ممكن توصل الى 100 رحله كمان في الساعه. تمام يا باشمهندسين، دي نقطه محتاجين نبقى عارفينها. طيب لما بتنقل من فيجوال فلايت رولز للانسترومنتال فلايت رولز، الكباسيتي بتاعت الران واي بتقل. طبعا احنا خدنا عناصر اخرى هتاثر في الكباسيتي بتاعت الران واي، اللي هي نوع الطياره اللي هتنزل عندي ومكان الاكزيت اللي هيبقى موجود. فده الرقم ده مش للحفظ الصم، ولكن للفهم ان ممر واحد ممكن يكفي من 50 الى 100 اوبريشن في الساعه. طبعا مع تغير الظروف، ده احد اشهر المطارات، هونج كونج، مطار ران واي سنجل ران واي، وجم الناس بعد كده طوروه وعملوه من سنه 25 لانه شغال معاهم لغايه سنه 1998. لما بدات حصل التوسعات وبدات تحصل ابراج وطور استتبني جنب الممر، تحول الى واحد من اخطر المطارات في العالم، واضطروا يعملوا مطار اخر على بعد 30 كيلو متر منه. طيب بصفه عامه الارقام هاكد انها مش للحفظ، بس بصفه عامه تبقى فاهم ان انا بتكلم على الاير دروم ترافيك دينستي، او الكثافه المروريه اللي عندي في الممر. فانا بتكلم في لايت وفي ميديوم وفي هيفي. اللايت في حدود 20 اوبريشن في الساعه، الميديوم اوصل لغايه 35، الهيفي اكتر من 35 موفمنت في الساعه. واحنا عرفنا قبل كده قلنا فيجوال فلايت رولز معناها ان الطيار بيشتغل فيجوالي، مش بيعتمد بصفه اساسيه على الممر، او انه يشتغل انسترومنتد فلايت رولز، وفي هذه الحاله بيبقى اعتماده الاساسي على الاي تي سي اللي هو الاير ترافيك كنترول. طبعا دي مرتبطه بارتفاعات معينه مش للحفظ ولكن للقراءه المتانيه والفهم. وطبعا عشان اشتغل انسترومنتد فلايت رولز لازم يبقى الممر بتاعي جاهز، ويبقى الطياره بتاعتي جاهزه، ويبقى الطيار بتاعي كمان جاهز للشغل. خلاص قلناهم قبل كده، قلنا نفس القصه اللي في انسترومنتد فلايت رولز وفي فيجوال فلايت رولز. في الويذر كونديشنز ممكن تسمح لي بان انا اشتغل فيجوالي، او ان انا ما بقدرش اعمل اي حركات الا من خلال الانسترومنت. الفيديو ده مهم جدا، يا ريت الناس تتفرج عليه، هتشوفوا ازاي الترافيك كنترول بيتم في ساوثرن كاليفورنيا في منطقه مزدحمه جدا في الترافيك. مش هيبقى موطن امتحان، بس هيبقى موطن فهم ان الناس تبقى فاهمه الطيارات بتتعمل ازاي في الجو. طيب الاوبشن الثاني، طب لو انا عندي ال 50 طياره دول، معنى عندي بيجي لي اكتر منهم، ولكن الويند بريفيلنج او الويند اللي جاي لي جاي لي في اتجاه واحد، طب انا عايز ازود الكباسيتي بتاعت الممر بتاعي. قال لك خلاص في هذه الحاله بلجا الى التو بارالل ران ويز، بعمل ممرين متوازيين. يبقى امتى الممرين المتوازيين هيبقوا مناسبين يا باشمهندسين؟ اذا كان عندي الويند بتهب في اتجاه محدد اللي هو موازي للممر، وليست عموديه على الممر. احنا ما بنحبش الكروس ويند في الحاله وفي الحاله. وايه السبب الثاني اللي يخليني اعمل التو بارالل ران ويز؟ وان البيك اور ترافيك ديماند يبقى هاي، يبقى اعلى من قدره ممر واحد على الخدمه. اذا توفر الشرطين دول يبقى انا محتاج ان انا اعمل بارالل ران ويز. طيب الكباسيتي بتاعت البارالل ران ويز دي هتعتمد على ايه؟ هتعتمد اول حاجه على السبيسنج بتوين الران ويز، هل هم هيبقوا كلوز اس ولا انترميديت اي ولا فار اف. لو قربوا من بعض الكباسيتي بتاعتهم بتقل. تاني حاجة الران واي استراتيجي، أنا هستعملهم ازاي؟ يعني هعمل لاندنج وتيك اوف من ناحية واحدة ولا من ناحيتين؟ وازاي هشغل الاوبريشن بتاعهم؟ طبعا الاوبشن التالت اللي بيأثر في الكباستي هو الاير ترافيك ميكس. فلازم التلات جمل دول يبقوا مهمين مع حضراتكم. فما هي الفاكتورز التي تؤثر في الكباستي بتاعت البارالل ران ويز؟ طيب الكلمات بالنسبة لنا سبيسنج قد ايه؟ أقل كلام بنتكلم فيه في مطار من الدرجة الرابعة
عشان يبقوا تو بارا رانويز. الرقم ده مهم بالنسبه لنا، هو 210 متر. يبقى انا بعمل المسافه بين السنتر لاين بتاعت البارال رانويز لا تقل عن 210 متر، عشان اعتبرهم كلوز بارال رانويز من الدرجه الثالثه والرابعه بتاعتي. لغايه 750 متر هما مازالوا كلوز، يعني هما مازالوا قريبين من بعض. يعني ايه قريبين من بعض؟ يعني تشغيلهم هيعتمد على بعض وهيتاثر ببعض. يعني ممكن اذا واحد فيهم بيعمل لاندنج اسمح للتاني بالتيك اوف او العكس. ليها رولز في الاوبريشن. الاو 6 سيستم التاني اللي هو انترميديت، ابدا ابعدهم عن بعض شويه، تتراوح المسافه من 750 الى 1290. اذا زادت المسافه بين الممرات عن 1290 متر بيعتبروهم فار سبيست رانويز، يعني يشتغلوا كل واحد ولا كانهم ليهم دعوه ببعض خالص ومفيش فيهم اي مشكله. يبقى انا عندي رقمين مهمين بالنسبه لي، ال 210 متر وال 1290 متر. الرولز مش للحفظ، للقراءه والفهم المتأني للمناقشه. يعني لو انا عندي كلوز رانويز وهشتغل انستريمنتد فلايت اوبريشن، يبقى وان رانوي ديبندنت على الاوبريشن اوف ذا اذر. يبقى معنى كده ان في بعض الشروط هيبقى تشغيل احد الممرات معتمد على الاخر. طب لو هما كلوزد بس انا شغال فيجوال، ممكن في الحاله دي اسمح لو الرايفل والبارتشرز كان بي الاود في ذا سيم تايم. وهكذا في قواعد كتيره. انت مش شغلتك الاوبريشن بتاعت الرانوي، احنا شغلتنا الديزاين بتاعه بس، بس احنا عايزين يبقى عندنا بيزك كونسبتس اساسيه. اتفقنا ان الفار سبيس بتشتغل اندبندنتلي وليست معتمده على بعضها. يبقى ده اللي يهمني. دي الايكاو سبيسيفيكيشن ليست للحفظ، بس دي مثال ليها. اي حد بيشتغل في الممر لازم يقدر يفتح الايكاو ويعرف التعريفات والكوتس والهاي والسبيسنج اللي بينها وبين بعضها. الفيديو ده من الفيديوهات الظريفه جدا الناس تشوفه. يديني لاندنج للرانويز بتاعتي، تشوف ازاي الطائرات ممكن تعمل بارالل لاندنج في نفس الوقت على فار سبيس رانويز وتشوفوا معايا. افتحوا وشوفوا كويس. دي برضو الايكاو ريكومنديشن للسبيسنج وللبارالل، وتبقى امتى ديبندنت اوبريشن او اندبندنت اوبريشن للرانويز. اتفقنا ان انا عندي من 210 ل 750 ده اللي بنسميهم كلوز، 750 1290 ده انترميديت، اكتر من 1290 هيبقى فار سبيس رانويز. مطار الغردقه عندنا في مصر السبيسنج عنده حوالي كيلو تقريبا بين التو رانويز. احد الاوبشنز اللي ممكن اعملها عشان ازود الكاباسيتي بتاعت البارالل رانويز ومرتبطه بظروف الموقع بتاعي، ان انا اخليهم بارالل بس استاجرد. يعني ايه استاجرد؟ يعني حافتي الممر ما بداوش مع بعض بالظبط يا باشمهندسين، احد الممرات اترحل بره شويه. ده بنسميه نير ثري شولد وده الفار ثري شولد. إذا أنا هعمل لاندنج من هنا أو هعمل تيك أوف من هنا، يبقى أنا أصبح عندي اللي هيأثر في الكباستي بتاعتي تو بارامترز. الإس اللي هي السيبريشن، المسافة الفاصلة ما بين الممرين، والحاجة التانية اللي بتأثر معايا هي الدي أو الاستاجر ديستانس بتاعتي. خلاص، ده بيبقى أحيانا مهم ومرتبط فيه بالمساحة بتاعتي، وأحيان كتيرة بحط التيرمينال بيلدينج بتاعي بين التو رانويز في الحالة دي، حسب طبعا السبيسنج اللي أنا سايبه. ده مطار ابو ظبي بارادل وستاجرد. ده مطار القاهره. مطار القاهره انتوا عارفين فيه اربع ممرات، الثلاثه في منهم ثلاثه متوازيين وستاجرد، في الرابع هنا بس انا مش معلم عليه، بس انا عندي هنا بينهم ثلاث ممرات. زي ما انتوا شايفين هنا بين الممرين دول هتلاقي كل التيرمينال بيلدينج بتاعك وكل العمليات والاوبريشنز موجوده هنا. تقدر تخش على النت وتشيك على الديستانس اللي بينهم. طب لو هما أربع ممرات متوازية، ده أنا عندي كباستي كبيرة، ما زالت الويند بتهب في اتجاه واحد. طول ما الويند يا باشمهندسين معايا في اتجاه واحد، فأنا بدني شغال متوازي. بس أنا عندي كباستي كتيرة، عندي عدد كتير من التيارات بتجيلي. أنا خلاص بزود عدد الممرات المتوازية. وغالبًا التيبيكال أرينجمنت هما اتنين كلوز واتنين كلوز، وهما الاتنين عن بعض بعاد عن بعض المسافة فار. وبنيجي في المسافه الفار اللي بينهم زي ما شفنا في مطار القاهره على سبيل المثال، وبنحط التيرمينال بيلدنجز بتاعتي. طبعا في الاوبريشن الكباسيتي بتاعتي، هتلاقي ان ممر زي ده هتلاقي الرينج واسع جدا. في الفيجوال فلايت رولز ممكن يتحمل من 120 اوبريشن الى 340. اتفقنا الرقم كبير لان نوع الطياره وسرعتها وهي نازله وظروف الويند والاوبريشن وظروف التاكسي واي واللوكيشن بتاعه وظروف الاستراتيجي بتاعتي، هل انا هعمل لاندنج ولا تيك اوف، كل ده بيأثر في الكباسيتي. كده رقم الكباستي مش للحفظ. تمام، اذا البارالل رانويز ده بياخد تيك كير اوف ايه؟
وفي هاي ديماند عندي ترافيك عالي، بس الويند بريدومينتلي يعني بصفه دائمه بتهب في اتجاه الممر بتاعي. ماشي يا باشمهندسين. عاده لما بيبقوا فور بنعملهم بيرد. يعني ايه بيرد؟ يعني كل اتنين منهم مع بعض. تمام. عاده البارلل التيرمينال بيلدينج بيلوكيتد بتوين التو بيرز. دي كلها محاوله استخدام مساحات يا باشمهندسين. ما انا في الاخر المطار هو من اكتر المنشات اللي بتاخد مساحه على سطح الارض. عاده الاوتر ران ويز بيستعملوا في اللاندنج والانر في التيك اوف، بس دي كلها اوبريشنز مش هتخص. ده لوس انجلوس في كاليفورنيا، اربع ممرات متوازيه ومعمول فيهم جزء من الاستاجر ده. خدت بالك مهم قوي يا باشمهندسين بعد اذنكم وانتم بتذاكروا الحاجات دي، انا كنت حريص ان انا احط لكم عليها زي ما هي جايه على الخرايط بتاعتها النمبرنج بتاعها. حاول تتعلم هنا النمبرنج، هتلاقي هنا 7L و7R. كنا متكلمين في المحاضره اللي فاتت ازاي بحط النمبرنج ده ليفت رايت، وهتلاقي الناحيه الثانيه 25R و25 ليفت. سوري، 25 ده الرايت وده هيبقى الليفت بالنسبه لي. فحاول مع كل صوره من دول تطلع ترقيم الممر بتاعك. وانا هنا عامل لكم الليسته بتاعتهم. طب هم 6 و7 ما هم متوازيين، اتفقنا ان هي الزاويه بتاعتهم ما كانتش 70 درجه بالظبط، واتفقنا ان انا بقرب، اتفقنا اربع ممرات ممكن ان انا ابدا استعمل رقمين يكونوا ورا بعض. فده هنا مثال في لوس انجلوس ايربورت، ده مثال للاطوال. خلي دايما الموضوعات تبقى حاضره في ذهنك ان انا بتكلم في ممر دولي، في مطار دولي. هنا المطار طوله حوالي 4 كيلو، ده رقم تيبيكال فاليو من 3 ل 4 كيلو. السطح بتاعه هم هناك عاملينه ريجيد بيفمنت كونكريت. دي نقطه مهمه، حاول تخلي الصوره متكامله في ذهنك. طيب انا اصبح عندي الويند جاي من جهات كتيره، فانا مضطر ان انا ما اقدرش اعمل بارالل ران ويز، لازم اغير. اول تغيير بضطر الجا اليه هو انترسكتنج ران ويز، ممرات متقاطعه. امتى هستعملها؟ لما الويند ار لايت بوس ران ويز. لا سوري، بستعملها وانا عندي الرياح بتهب من اكتر من جهه، مور ذان وان دايركشن. اذا الهواء خفيف فالاثنين هيشتغلوا في وقت واحد، فوارد ان يكون الممرين في لحظه معينه من الزمان قابلين للاوبريشن في نفس التوقيت. طيب والبديل بالنسبه لي في حاله تانية، اذا كان الويند شديد، ان احدهما يبقى شغال والاخر يبقى متوقف بالنسبه لي. طب الكباستي هتبند على ايه في الانترسكتنج ران ويز؟ احد العناصر الاساسيه اللي بتؤثر في الكباستي هي اللوكيشن اوف ذا انترسكشن بوينت، اين يتم التقاطع. الحاجه الثانيه هي الران واي يوز استراتيجي، كيف سيتم استخدام الران ويز، من انهي اتجاه سيتم اللاندنج ومن انهي اتجاه سيتم التيك اوف. كل ما بعدت الفارذر ذا انترسكشن از فروم ذا تيك اوف اند، كل ما بعدت نقطه التقاطع عن نقطه التيك اوف كل واللاندنج، كل ما الكباستي بتقل. وهنشوف دلوقتي رسمه صغيره دي ازاي احقق الهايست كباستي. احقق الهايست كباستي لما الانترسكشن كلوز وذا تيك اوف اند اند لاندنج ثري شو. بس كده ببساطه يا باشمهندسين، لو عملت لاندنج من هنا وتيك اوف من هنا، نقطة التقاطع قريبة من النقطة بتاعتهم، فده أعلى كباستي بالنسبة لي، ممكن يوصل فيجوال فلايت رولز إلى 175 أوبريشن بير أور. طب لو أنا نفس التطير بس أنا هعمل اللاندنج من النقطة البعيدة عن التقاطع والتيك أوف بعيد عن التقاطع، عندنا دي نقطة مشكلة بالنسبة لي، هتلاقي إن الكباستي بتقل جدا. تمام، وده إنديكيشن للكباستي. مهم جدا إنك تعرف الفاكتورز اللي بتأثر في الكباستي في كل واحد. ده احد الانترسكتنج ران ويز، ده صورته من فوق، هم موجودين الترمينال بتاعي في منطقة الانشاء بتاعتي هنا والطور هنا. ده مطار في بلاكسبيرج برضو انترسكتنج ران ويز، رجاء قراءة الترقيم جيدا. الممر ده ترقيمه كام؟ ران واي 1634 16 34. اكتب 16 فين واكتب 34 فين، هتلاقي 16 جايه هنا في اتجاه زاويه 160 درجه، ودي جايه هنا في اتجاه زاويه 340 درجه، جايه ب 34. طب والممر الثاني الران واي 6 24، هتلاقي ال 6 مكتوبه هنا وال 24 مكتوبه الناحيه الثانيه، ان الزاويه من هنا جايه 240. استفيدوا من الامثله دي بعد اذنكم، ضروري في ان انت تظبط نفسك في النمبرنج، ده سؤال اساسي بالنسبه لك. طيب ده مطار اخر في ثلاث ممرات متوازيه وممر متقاطع معاهم، معنى كده ان انا اغلب السنه الدنيا في الاتجاه ده. هتلاقي الزاويه هنا تقول لي كده 36 معناها مش 360 بالظبط، يقول لك احنا اتفقنا ان احنا بنقرب عندنا 10 درجات. ماشي يا باشمهندسين،
ده مطار جي اف كي كندي في نيويورك انترناشونال ايربورت. ادي عندك الممرات بتاعته، ادي ممر وادي التاني عمودين ومتقاطعين، ده غير فينا ممرتين، تلات ممرات. عايزين الناس تبص للصور بهدوء، تركز فيها، تفكر فيها كويس. تورونتو انترناشونال ايربورت فيه خمس ممرات، حاول كده تبص في الصورة بالراحة وتطلع الممرات بتاعتك، هتلاقيهم موجودين. يمكن الرسمة اللي بعدها ده تورونتو، هي دي ممر، اتنين تلاتة أربعة خمسة، فأنت عندك تلاتة متوازيين واتنين متوازيين في اتجاه آخر، دول بيشكلوا مع بعض انترسكتنج رانويز، وممكن نعتبر دول بيشكلوا مع بعض أوبن في إيرويز رانوي. أوكي، ده مطار في هيوستن، إحنا بنتكلم في واحد اتنين تلاتة أربعة، اتنين متوازيين ثم أشكال أخرى متقاطعة. ده معناها بمجرد ما تبص للشكل ده وتفهم إن المنطقة دي فيها ويند بتهب بشدة من اتجاهات مختلفة، فهو محتاج ممرات تغطي اتجاهات مختلفة عشان يقدر يشتغل طول السنة. طيب آخر أوبشن بالنسبة لي أوبن في، بدل ما أخليهم انترسكتنج، طب ما أنا عايز أزود الكباستي شوية، خلاص أبدأ أبعد نقطة التقاطع عن بعض، أخليهم ما يتقاطعوش مع بعض. يبقى الويند بلو ان ديفرنت دايركشنز، واللي اوت بتاع الارض يسمح لي، عندي مساحه تسمح لي، يبقى ده بريفيرد تو انترسكتنج ران واي. يبقى ايهما افضل لو انا عندي مساحه، افضل الاوبن في ولا الانترسكتنج؟ اكيد الاوبن في، ما بعد الممرات عن بعضها لو متاح عندي مساحه. ماشي يا باشمهندسين. طيب برضو الاوبن استراتيجي موجوده عندنا، الاوبن في ويز ديبندنت اوبريشن اولويز فور اواي فروم انترسكشن، وهنا ديبندنت اوبريشن مش هيهمكم في حاجه في الكباستي. الكباستي المتوقعه لو انا عملت، لو الويند بتهب طبعا حسب اتجاه الويند وانا هعمل لاندنج وتيك اوف ازاي، هيديني الاوبريشن بتاعي. بس زي ما انتم شايفين ممكن فيجوالي اوصل ل 180 اوبريشن بير اور باوبن في. ده جورج بوش انترناشونال ايربورت، بنتكلم هنا في ثلاثه بارلل في اتجاه واثنين بارلل في اتجاه، والممرات بتمثل مع بعضها اوبن في، فده بيزود له الاوبريشن والكباستي بتاعه. ده شيكاغو هيرو في سبع ممرات. يمكن شويه الصوره هنا لو محتاجه شويه تركيز منكم، فاحنا جايبين لكم صوره تانية هنا بتوضح الممرات الموجوده. زي ما انتم شايفين الكونفيجريشنز بتختلف، محدش بيشتغل بسامبل ران واي الا اذا كان عنده ظروف سهله وتسمح بكده، لكن ان جنرال في العالم كله في عندي اكتر من كونفيجريشن بيشتغلوا معايا. دي لستة بيرل في هيرو رانويز، دي الاوبريشن بتاعهم، ودي حاجات اوريدي كلوزد ومرات قفلوها لظروف كتير. بصوا له كده لما نيجي نفرده، تلاقي ممر اتنين تلاته اربعه خمسه سته متوازيين في اتجاه واتنين متوازيين في اتجاه. لو هتبص للمجموعة دي على جنب كده لوحدها ممكن تعتبرهم انهم عاملين الاوبن في بتاعك، هنا هم عاملين انترسكتنج رانويز. كل ده وقت عشان يخدم عدد كبير جدا من الرحلات اللي هو محتاج يخدم. اخر حاجه ان الكتابه والترقيم وكل حاجه ليها مقاسات ستاندرد مش للحفظ، بس انت عارف ان هي موجوده في الجداول بتاعتك. ماشي يا باشمهندسين، ربنا ييسر الامور، ولو في اي استفسارات ان شاء الله نبقى على تواصل مع بعض. شكرا لكم.